استقبل ميناء العين السخنة 4 أوناش حاويات من أحدث طراز الرافعات المتحركة في العالم كدفعة أولى، حيث ستستخدم في عمليات تداول الحاويات بالحوض الثاني بالميناء مطلع العام المقبل. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي إن موانئ دبي السخنة تعد شريكا في تنمية الميناء، حيث تعمل جاهدة للانتهاء من عملية التطوير وفقا للجداول الزمنية المحددة.